السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بكم من جديد اخوتي اخواتي في القناة في موضوع جديد، وهو موقع رائع جدا لتعدين عملة البيتكوين، موقع موثوق جدا 100%، موقع متواجد على ارضية الواقع مثله مثل موقع عشفلير. يا اخي انا قررت فقط الايداع على المواقع الموثوقة يا أخي، لا أقوم بإيداع على المواقع التي تتيح لك ربح على مدى أسبوع أو أسبوعين وثم تنصب عليك. يا أخي أنصح دائما بالمواقع الموثوقة. قبل التطرق إلى شرح هذا الموضوع، هذه هي قناتنا، هذا هو عالمنا، عالم البيتكوين والربح من الإنترنت. هذه هي المواضيع التي ناقشناها من قبل، كيفية الاستثمار، كيفية الربح من الإنترنت، بعض التوصيات على بعض العملات التي الحمد لله بفضل من الله حققت الأهداف أو أكثر. يا أخي نعم، بعض التوصيات، كيفية الربح المجاني من الساتوشي لعملة البيتكوين أو غيرها من العملات الإلكترونية. أخي أختي دائما أنصح بثلاث مواقع، فإذا أردت دخل شهري أو دخل يومي أو دخل أسبوعي أنصح بثلاث مواقع. الموقع رقم واحد وهو هاشفلير، غني عن التعريف، لكن للأسف يا أخي لقد انتهت عقود عملة زي كاش. دائما لا أقرأ العنوان يا أخي، لقد تم إضافة عقود شراء هاشفلير بأسعار مذهلة، الكمية محدودة. عندما أقول كمية محدودة، نعم أخي الكمية محدودة، انتهت عقود عملة زي كاش وبقيت فقط عقود بيتكوين وعملة الإثريوم بأسعار مذهلة جدا. استغل الفرصة، انتهز الفرصة، ما عليك فقط الضغط على هذا الموضوع. سوف ترى طريقة الشرح وطريقة الإيداع وطريقة الاستثمار، يتيح لك الاستثمار عن طريق ماستر كارد أو كارت فيزا أو البنوك الإلكترونية، كما سوف تجد الرابط الخاص بالموقع أسفل هذا الفيديو. الموقع الثاني وهو غني عن التعريف، موقع كريبتون مونيك الذي شرحناه مرارا وتكرارا وأثبتنا أيضا عليه العديد من السحابات، يتيح لك التعدين على عملة البيتكوين والإثريون والجيجا هاش خاصة بالموقع يا أخي، وعملة يونيفرسال. وكما أنه أضاف يا أخي توكن لكن لم يبدأ العمل عليه، كما أضاف كمية على حسب الكمية المتواجدة لديك للتعدين مجانا، يعني أضاف لك رموز مجانا، أتاح لك أخي مجانا. نعم يا أخي هذا الموقع يتيح لك 50 جيجا هاش على كل تسجيل جديد، يعني فإذا سجلت تسجيل جديد يتيح لك 50 جيجا هاش ويصبح يعدل تلقائيا أوتوماتيكي، لكن يجب عليك على الأقل استثمار 20 جيجا هاش. ما عليك فقط الضغط على هذا الموضوع، سوف ترى طريقة الشرح وطريقة الإيداع وطريقة السعر، سوف تجد أيضا رابط هذا الموقع أسفل هذا الفيديو. الموقع الثالث وهو أخي موقع فوزيكس، نعم فوزيكس يا أخي أثبتنا عليه آخر مرة السحب وأثبتنا كيفية الإيداع وكيفية الاستثمار. هذا الموقع الجميل أيضا فيه يتيح لك الدفع عن طريق دولار إذا لم توفر لديك عملة البيتكوين، ما عليك أيضا فقط الضغط على الموضوع سوف ترى طريقة الإيداع وطريقة الاستثمار. قلنا أخي أختي سوف أتيتكم بموقع رائع جدا، موقع يتيح لك 30 جيجا هاش مجانا للتعدين، يعني أخي يمكنك التعدين بالمجان، نعم يمكنك التعدين بالمجان. ثاني شيء الجميل في هذا الموقع يا أخي، فإذا لن تتوفر عندك البيتكوين يمكنك الإيداع عن طريق البنوك الإلكترونية بالدولار. نعم يا أخي يمكنك الإيداع عن طريق بالدولار، سوف نشرح الإيجابي في هذا الموقع والسلبي يا أخي، ما عليك فقط تركيز معي. نذهب مباشرة إلى هذا الموقع، راحد يا أخي هذا هو الموقع، الموقع هذا الموقع أخي متواجد على أرضية الواقع باستثمارات قوية، أي بأجهزة تعدين كثيرة جدا يا أخي. لاحظ الموقع يتيح اللغة العربية وعدة لغات أجنبية من بينها اللغة الفرنسية والإنجليزية يا أخي، فإذا أخفت عليك اللغة الإنجليزية ما عليك فقط تحويله إلى اللغة العربية، كما يتيح لك برنامج أو فيديو باللغة العربية، نعم يتيح لك لتعريف الشركة. لاحظ أخي ركز معي، لاحظ معي هذه هي الشركة، عندما تقوم بالتسجيل سوف تأتيك في الواجهة هذا الفيديو يا أخي، أهلا لاحظ هذا ومرحبا بك في ممثل وورد الشركة مايننج، نشكركم يشرح على لك اختيارنا. الشركة، نعم إنها شركة اليوم متواجدة على سنحاول تعد أرض الواقع، تتيح لك تناول 30 جيجا هاش مجانا للتعدين تعدين. يا أخي، نعم أود مجانا الحديث عن تتيح لك
30 جيجا هاش مجانا، والسوق، فإذا لم تتوافر لديك وهذه المال لائحة يمكنك بإضافة عمولات مشهورة كالإيثيريوم، استغلال مونيرو، 30 جيجا هاش زيكاش مجانا وآخرين، وعندما ولكن يتوافر بكل المال شيء في عندك يا وقته. أخي يمكنك الآن أيضا الاستثمار. مستعملو نحن وورلد دائما نبحث عن مايننج مواقع يستطيعون الاختيار من خمس موثوقة يا خطط أخي. هذا مقترحة هاني عن للتعدين التعريف. لاحظ أخي إنه متواجد على أرضية وحساب الواقع، الأرباح ما حسب عليك الشروط فقط التركيز. والقدرة، لاحظ الآلة هذه الأجهزة الحاسبة الخاصة به. لاحظ أخي سوف أريك الطريقة. لاحظ الشركة، نعم هذه هي الشركة الخاصة هذه بهذا الموقع هي وريد مينينج المزرعة. لتعديل عملة البيتكوين. ما للأسف عليك كما فقط تعلمون ضجيج اتباع هذا النظام. الفيديو الخاص بهم حتى تطمئن بأن الشركة أيضا متواجدة على أرض بتبريد الواقع، عال كما جدا يمكنك بحيث إذا دخلنا لن أستطيع كما تقديم أي يمكنك شيء لكم. الدردشة معهم عن طريق تيليجرام أو عن طريق مباشرة يا أخي. لاحظ الشركة متواجدة على أرضية واقع باستثمارات كبيرة جدا يا أخي. نعم أنصحك بهذه الشركة التي طريقة التسجيل طريقة روتينية مثلها مثل جميع المواقع التي شرحناها من قبل. نعم ما عليك فقط وضع البريد الإلكتروني الخاص بك هنا، اسم المستخدم، كلمة المرور، وإعادة تكرار كلمة المرور، ثم كتابة الموجود هنا يا أخي، كلمة التحقيق الخاصة به. نعم ثم ما عليك فقط الضغط على إنشاء حساب، وأنت أصبح لك حساب يا أخي. يجب عليك أيضا الذهاب إلى البريد الإلكتروني، أو يمكنك التسجيل عن طريق الإيميل الخاص بك، جيميل أو عن طريق الفيسبوك يا أخي. نعم أنا مسجل عن طريق الجيميل الخاص بي يا أخي. ما سوف أدخل إلى حسابي حتى أريك كيفية الإيداع وكيفية السحب وما هي أحسن طرق وما هو أحسن استثمار. لاحظ أخي أختي، عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بهذه الشركة لتعدين عملة البيتكوين، سوف ترى هذه الواجهة الخاصة به. هنا سوف تجد التوقيت اليومي بالساعة وبالتاريخ وبالسنة وبالشهر يا أخي. نعم هنا سوف تجد اللغة، نعم هنا سوف تجد اللغة، تقوم باختيار اللغة التي تريد أنت يا أخي من بينها أفضل لغة، لأن دائما أفضل اللغة العربية. نعم هذه اللغة. ثم هنا تجد سعر 1 جيجا هاش يساوي 0.15 سنت من عملة الدولار، وهنا تجد 1 بيتكوين يقابل ما 9871.67 سنت من عملة الدولار. كما تلاحظ هنا أسعار العملات الإلكترونية اليومية بلحظة يا أخي. نعم هنا المراحل التي يمكنك الاستثمار فيها. توجد مرحلة رقم 1، يمكنك الاستثمار من 100 جيجا هاش الحد الأدنى إلى غاية 13.500 جيجا هاش على السيكونت. على الثانية نعم الحد الأعلى يا أخي، يعني هذه المرحلة تتيح لك الشراء ما بين 100 جيجا هاش إلى غاية 13.500 جيجا هاش. نعم فإذا أردت الاستثمار أكثر من هذه المرحلة يمكنك استغلال مرحلة رقم 2. نعم مرحلة رقم 2 وهي تتيح لك ألف وما بين 1000 إلى غاية 50,000 جيجا هاش، يعني يمكنك شراء جيجا ما بين 1000 جيجا هاش إلى غاية 50,000 هذه المرحلة. فإذا أردت أن يكون استثمارك أقوى أو أكثر من هذا يمكنك اختيار المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة أو المرحلة الخامسة، كل مرحلة لها تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لعملية الشراء. لاحظ أخي ركز معي، قلنا سوف نرى الإيجابي والسلبي في هذه الشركة. هذه الشركة موثوقة 1000%. أنصح الإخوة الذين أرادوا جعل دخل شهري أن يستثمروا على أحد الشركات هاشفلير، كريبتون مونيك، فوزيكس، أو هذه الشركة ويلد مينينج. هذه الشركة الرائعة متواجدة على أرضية الواقع. كما يمكنك قلنا أن مشاركة دردشة عن مباشرة في التليجرام باللغة الإنجليزية فقط، نعم باللغة الإنجليزية، أو الاتصال مباشرة يا أخي. لاحظ أخي عندما تقوم بالتسجيل أول شيء عليك القيام به وهو أخذ المكافأة اليومية. يجب عليك النزول إلى الأسفل. لاحظ أخي يجب عليك النزول إلى الأسفل وأخذ المكافأة، عفوا ليست المكافأة اليومية، المكافأة على التسجيل، وهي
كما قلنا 30 جيجا هاش على مدار سنة، جميع العقود التي تقوم بإبرامها وهي على مدار سنة يا أخي، نعم مدار سنة، عام يا أخي، نعم هو مدار سنة. أنا أخذت الجائزة جيجا هاش، سوف تجدها عندما تقوم بالتسجيل أنت يا أخي، سوف تجدها هنا يا أخي، نعم لقد أخذتها والحمد لله. لاحظ إنها تقوم بالتعدين، التعدين يا أخي. قلنا هذه الشركة تتيح لك بونس على عملية تسجيل لمدة سنة 30 جيجا هاش، نعم يا أخي، شركة موثوقة. دائما أخي لا تنبهر بالشركات التي تقوم بإعطائك ربح كبير وهي في آخر الأمر نصابة، لكن يا أخي فإذا أردت راتب شهري واغتناء الفرصة واعتناء بشهرية مضمونة مع ضامن الله على كل حال، لكن شهرية موثوقة 100%، هذه الشركة يا أخي أنصحك، نعم أنصحك بها. لاحظ أخي، قلنا يجب عليك أن تأخذ 30 جيجا هاش التي تتيح لك الشركة مجانا. فإذا أردت الاستثمار في هذه الشركة، طريقة الاستثمار طريقة بسيطة جدا، مثلها مثل جميع المواقع. الأجمل أن في الأمر أن الشركة تتيح لك اللغة العربية. تذهب إلى اشتري هاش، يعني اشتري جيجا هاش، تضغط عليه يا أخي هنا يا أخي. لاحظ أخي طريقة بسيطة جدا، تقوم باختيار المرحلة التي تريد الشراء منها جيجا هاش. فإذا أردت أحسن اقتني الفرصة في المرحلة رقم واحد أو المرحلة اثنان، لأنها المرحلة رقم واحد أيضا يتوفر فيها نسبة جيجا هاش كبيرة، يعني من 100 إلى 13 و500 جيجا هاش يمكنك شراءها. قم بتحديد نسبة من الجيجا هاش. نفرض أنك أردت شراء ما يقارب 40 و44 4044 جيجا هاش، نعم سعرها هو 607 دولار، نعم سعرها هو 607. لاحظ معي أخي هذه النقطة المهمة، الشركة الجميل فيها تتيح لك أغلب البنوك الإلكترونية للدفع، يعني يمكن فإذا لم يتوفر عندك البيتكوين يمكنك الدفع بالإثريوم، فإذا لم يتوفر عندك الإثريوم يمكنك الدفع بالبيتكوين كاش. نفرض أن لم يتوفر عندك البيتكوين كاش، يمكنك الدفع بالريبل. نفرض الريبل لن يتوفر، يمكنك الدفع باللايت أو دوج أو مونيرو. نفرض أنها لا تتوفر عندك العملات الإلكترونية، يمكنك الدفع بالبنوك الإلكترونية أدي بي كاش وغيرها، والباير وغيرها، وبروفيس موني أيضا يمكنك الدفع. قلنا تضع الكمية التي تريد شراؤها، ثم تقوم بدفع المبلغ المحدد إليك عن طريق، نفرض نريد الدفع عن طريق البيتكوين، نقوم بتحديد خاصية الدفع وهي البيتكوين، نضغط هنا الدفع. لاحظ رائعة هذه الشركة يا أخي، رائعة جدا، أنصح الإخوة الاستغلال الفرصة والدفع عليها. لاحظ تقوم بنسخ هذا الرابط الخاص بعملة البيتكوين، تقوم بنسخه وإرسال عليه هذه الكمية، نعم وإرسال عليه هذه الكمية مباشرة عند الوقت المستغرق، وهو ثلاث سوائع، نعم ثلاث ساعات، يعني يمكنك الوقت المستغرق حتى يمكنك إرسال لتأكيد العملية وهو ثلاث ساعات. فإذا لم تقوم بإرسال على مدة ثلاث ساعات سوف يتم إلغاء العملية. قلنا تنسخ هذا الرابط وإرسال عليه هذه الكمية في الأعلى انفوي، نعم مونتو توتال انفوي، وهو هذا هو يا أخي، نعم يا أخي قم بإرسال عليه هذه الكمية. طريقة بسيطة مثلها مثل جميع المواقع التي شرحناها من قبل، نعم التي شرحناها. فإذا اخترت أديفيكاش طريقة معروفة ونفسها الباير، نعم هذه طريقة الاستثمار أي الإيداع. سوف عندما تقوم الإيداع سوف تجد مباشرة جيجا هاش الخاص بك للتعدين متواجدة هنا يا أخي، نعم متواجدة عفوا متواجدة هنا. لكن يا أخي لاحظ معي، نضع إحصاءات الحساب، نضغط عليها هنا مباشرة. لاحظ أخي معي، لاحظ جدا، لاحظ
أنا أعدن في المرحلة رقم واحد ب 30 جيجا هاش مجانية. نعم، هذه مجان. سوف تجد الواجهة باللون البرتغالي أورانج، يعني نعم باللون البرتغالي، يعني هذا الشخص إنه يعدن. قلنا عندما تقوم بعملية الإيداع سوف تجد هنا الكمية المحددة. أرباح الشركة، أرباحها جميلة جدا، رائعة، متوسطة نوعا ما، ليست جيدة نوعا ما جدا جدا، لكن متوسطة نوعا ما. يكفينا يا أخي أنها شركة موثوقة، نكتفي من شرائك التي تنصب علينا يا أخي. حرام عليك أن تقوم بأن تضيع مالك في شرائك النصب يا أخي، أنصحك بهذه الشركة. قلنا تجد الكمية التي اشتريتها هنا يا أخي، ثم ننزل إلى أسفل. سوف ترى تاريخ التسجيل على أي أي بي، يعني العنوان، أدرس الأي بي الخاص بالأي بي، نعم وهو العنوان الخاص بالشخص. كل حاسوب له عنوانه الخاص الذي قمت به الدخول. الأرباح المستحقة، لاحظ الأرباح، نعم هذه الأرباح مجانا يا أخي، لم أقم بأي تعب، فقط قمت بعملية تسجيل وأخذت 30 جيجا، لكن سوف أستثمر في هذه الشركة إن شاء الله، سوف أستثمر. نعم لاحظ أخي، سوف تجد كل العمليات التي العمليات اليومية، فإذا سجلت سوف ترى تسجيلك هنا، فإذا قمت بالربح سوف ترى أرباحك هنا على عملية التسجيل. ننزل حتى نرى طريقة الدفع يا أخي. نعم سحب الفوائد، نضغط على سحب الفوائد. لاحظ أخي سحب الفوائد، لاحظ أخي هنا يمكنك السحب طلب مستحقاتك عبر 3 بنوك إلكترونية أو عن طريق البيتكوين. نفرض أردت طلب عن طريق فقط البيتكوين، هنا تضع المحفظة الخاصة بالبيتكوين، وهنا تضع كمية المال التي تريد سحبها. لكن لاحظ معي في هذه النقطة أن مستحقات للسحب، يعني هذه الشركة تتيح خاصية السحب. الأمر السلبي في هذه الشركة وهو خاصية السحب فقط بيوم الاثنين والخميس، يعني يمكن تتيح لك خاصية السحب فقط بيوم الاثنين والخميس، يعني الأحد لا، الثلاثاء لا، الأربعاء لا، الجمعة لا، السبت لا، ليست مثلها مثل. هذا هو العيب الوحيد في هذه الشركة. هي شركة موثوقة جدا ولها تواجد بأرضية الواقع، لكن العيب الوحيد فيها يا أخي وهو أنها خاصية السحب تتيحها فقط في يوم الاثنين والخميس. نعم هذا هو العيب الوحيد، لكن الشركة رائعة جدا، كما إن شاء الله سوف أثبت لك عملية السحب منها إن شاء الله، لأنني إن شاء الله أريد استثمار فيها. ثاني شيء، فإذا لديك جهاز حاسوب قوي قوي جدا، يعني حاسوبك قوي، يمكنك تحميل برنامج هذه الشركة والتعدين من جهازك الخاص بك. نعم لاحظ أخي، يمكنك تحميل، قم بتنزيل برنامج، نعم يمكنك تنزيل البرنامج الخاص بالشركة والتعديل مباشرة من جهازك. نعم وتقوم بالتعديل مباشرة من جهازك. هذه هي الطريقة الثانية للربح من هذه الشركة. لكن أخي اقتني الفرصة وخذ 30 جيجا هاش المجانية يا أخي لهذه الشركة، وعندما يتوفر عندك المال قم بالاستثمار عليها. نعم يا أخي قم بالاستثمار عليها، فإذا توفر عليك عندك المال الآن فأنصح بالإخوة، هذه أحد الشركات المتواجدة في عالمنا الافتراضي، يمكنك الاستثمار كما أنها متواجدة في الأرض الواقع مثل هاش فلير وكريبتون مونيك وفوزيكس. هذا هو شرحي على هذه الشركة الرائعة جدا الرائدة الآن في مجال التعدين عملة البيتكوين. أخي أختي، فإذا أعجبك الموضوع ما عليك فقط الاشتراك به، المشاركة مع أصدقائك أي بارتاجي، وفإذا كنت زائر للقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.